هنروح معاكم للأقصر، وفي احتفالات بطابع مختلف بتشهدها كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر احتفالا باليوبيل الفضي للكلية. الاحتفالات بتشهد تنظيم معارض فنون تشكيلية وورش عمل فنية للطلاب وكمان لذوي الهمم وقادرون باختلاف، وأيضا تنظيم مؤتمر لمناقشة كيف يحارب الفن التشكيلي الإرهاب والتطرف، وكيف انطلق من جنوب الصعيد الفن التشكيلي. احنا معانا عبر زوم الدكتور احمد محي، عميد كليه الفنون الجميله بجامعه الاقصر. صباح الخير عليك يا دكتور، ولو تشرح لنا وتحكي لنا عن الاحتفالات السنه دي يعني بالكليه في الاقصر، وهل فعلا في ضيوف من بره مصر؟ يعني ابرز كده ملامح الاحتفال. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير يا مصر، واهلا وسهلا بحضراتكم في كليه الفنون الجميله جامعه الاقصر. احنا بشكل بسيط كده بنعمل احتفال باليوبيل الفضي مرور 25 سنه على انشاء كليه الفنون الجميله جامعه الاقصر. زي ما احنا عارفين ان كليه الفنون الجميله انشات بقرار الجمهوري عام 1996، فالعام الاكاديمي 96 97 هو اول عام اكاديمي لكليه الفنون الجميله بالاقصر. النهارده احنا في العام الاكاديمي 21 22، فبالتالي احنا بنحتفل بالعام الاكاديمي رقم 25 لكليه انشاء الكليه. فالاحتفاليه بتاعتنا ما هياش مجرد يومين او ثلاثه، اليومين ثلاثه دولت هم بدايه اعلان عن الاحتفاليه. العام الاكاديمي بالكامل هو الاحتفاليه بتاعتنا، والاحتفاليه موزعه على مدار العام الاكاديمي من خلال اجنده اكاديميه اعتمدها معالي الوزير استاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعه، وتمت بتوجيهه وبدعمه ورعايته. طبعا حضرتك اتكلمتي على ورش العمل والمؤتمرات والسيمبوزيوم ان شاء الله. من ضمن الاحتفالات اللي احنا عاملينها بنوجه الضوء على اولادنا وابنائنا من طلاب المدارس بشكل عام وذوي الهمم قادرون باختلاف بشكل خاص. بالفعل احنا عملنا مجموعه ورك شوب في معبد الاقصر كمنطقه حضاريه وطبعا عالميه بنتشرف بيها احنا ابناء الاقصر في كليه الفنون الجميله جامعه الاقصر كمكان استراتيجي جغرافي كبير جدا عظيم، فقلنا نتباهى بما نملكه من امكانيات ومن خدمات. فبالفعل كان المقترح من احد الزملاء احنا نعمل ورك شوب في معبد الاقصر. زي ما احنا شايفين من خلال المونيتور مجموعه طلاب بيرسموا، وفيهم طبعا معاهم اساتذه من كليه الفنون الجميله، ودي تمت فعلا بدعم ورعايه صديقنا الدكتور احمد سمير كوميسير ورش العمل وبدعم بيت الشعر المصري. فحقيقي كانت احتفاليه جميله جدا عملناها في قصر في 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 معبد الاقصر. كلنا بلا استثناء انبهرنا بالشكل الحضاري اللي احنا عملناه، وبالتالي قلنا لا، الموضوع ده مش هيستمر مره ولا مرتين، احنا هنستمر بيه من خلال العام الدراسي. رئيس الجامعه طبعا مشكور الدكتور عزوز وجه ان احنا كافه سبل الدعم والرعايه لورش العمل خاصه قادرون باختلاف، ويبقى ده برنامج واجنده الكليه على مدار عمل الكليه. بالخط الموازي طبعا احنا عملنا مجموعه ورش عمل داخل الكليه واستضفنا فيها مجموعه من الفنانين الكبار المصريين والاجانب وعمداء كليات الفنون الجميله في مصر والوطن العربي. وزي ما احنا شايفين برضو استاذ عمرو فهمي رسام الاخبار، زي ما احنا شايفين رسام الكاريكاتير العالمي المشهور موجود في وسط ابناء الطلاب في كليه الفنون الجميله جامعه الاقصر داخل الكليه، وبيعملوا لهم تدريبات وبيعملوا رسومات وبيعمل حاجه بشكل عملي، ورك شوب مش نظري، لا ده عملي بيشتغل بايديه قدامهم، حاجه طبعا انا بعتبرها حاجه بصراحه مشرفه وحاجه بنسعد بيها. طبعا بيغير موضوع الاحتفال من انه مجرد احتفال باليوبيل الفضي للجامعه لانه يعني محفل علمي والناس كلها بتستفيد منه. بالظبط هو ده فعلا، والتوازي طبعا في مجموعه ندوات حواريه وثقافيه بيستفاد بها ابنائنا الطلاب، مش بس كده، استاذ اعضاء التدريس والهيئه المعاونه اللي احنا جايبين افكار اكاديميه من مدارس اكاديميه مختلفه، يعني كان عندنا عميد كليه فنون الخرطوم، عميد كليه فنون الجامعه اللبنانيه، رئيس اللجنه الجمعيه العلميه لكليه الفنون الجميله والعماره في الوطن العربي، رئيس اللجنه العلميه للترقيات وعميد كليه فنون جميله السابق جامعه القاهره، فكلنا مجموعات عمداء كليه فنون جميله في مصر بشكل عام، معظمهم اساتذتنا ومعظمهم اصدقائنا وزمايلنا، وكليه فنون جميله جامعه اسيوط وفنون جميله اسكندريه دكتوره دينا منظور، حقيقه مجموعه كبيره جدا من الساده العمداء الافاضل عندهم افكار ووجهات نظر، وكل كليه من كليات الفنون الجميله بتكلم عنها دي لها منطقه جغرافيه تشتغل عليها، فبالتالي بتلاقي ده متاثر فيها في الحاله الابداعيه بتاعتهم وفكرهم الثقافي. لما نعمل دمج لكل ده عندنا في الاقصر في الاحتفال باليوبيل الفضي كمان بنحط افكار مستقبليه للكليه وتطويرها. احنا كمان عندنا من ضمن اجندتنا المهم اللي حابب القي الضوء عليه ده بعد اذن حضرتك استاذه هدير، معرض الجمهوريه الجديده. لو بنتكلم عن معرض واقعي اتعمل في الكليه داخل الكليه، ال 120 فنان اتخرجوا ودرسوا وكانوا بيدرسوا في الكليه، كمان احنا بالخط الموازي بنعمل معرض الجمهوريه الجديده لابنائنا الطلاب اللي هم مستقبل مصر، وده نعمله بالتعاون مع مكتبه مصر العامه بالاقصر. طبعا اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور.
كمان عندنا سيمبوزيوم دولي ان شاء الله هيكون في شهر اخر فبراير وبدايه مارس. ده هيبقى معرض سيمبوزيوم عالمي نعم. ل 25 فنان حول العالم، هيجوا هنا الاقصر في كليه الفنون الجميله ويشتغلوا قدام ابنائنا الطلاب ويشوفوا قد ايه التجارب العمليه. في حاضرين، نفس كل سنة التوقيت كل ده وحضراتكم احنا كنا خايفين بخير من يا دكتور الكورونا، في احنا لسه جامعة كنا الأقصر. بنتكلم عن الكورونا دلوقتي معاكم في البرنامج، فعملنا حاجه تانيه موازيه خشيه من اي شيء يحصل. الحمد لله مفيش حاجه حصلت والدنيا تمت على بقدر المستطاع بشكل جميل جدا الحمد لله. عملنا معرض السوشيال ميديا، وده معرض حتى الان شارك فيه 40 دوله حول العالم و500 فنان، اللي احنا مترجتين حتى نهايه العام الدراسي ده نوصل بيهم ان شاء الله ل 1000 فنان حول العالم، وبالتالي مفتوحه المشاركات واول باول بنعرض المشاركات الفنيه الدوليه من خلال السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا زي ما حضرتك عارفه بتقرب العالم كله وخلت صحيح، العالم كله قريه كونيه. فبالتالي احنا لا قدر الله اذا في ظاهره كورونا او في اي شيء احداث عالميه، لان في بعض الضيوف ما يقدروش يجوا لنا مهم زي جدا اسبانيا واحنا والمغرب. بنرتب اي فبالتالي احتفاليه ان احنا السوشيال ميديا خدمت على يعني الايفنت نحافظ على بشكل الاجراءات عام. الاحترازيه بكل تاكيد. الدكتور احمد محيي، عميد كليه الفنون الجميله بجامعه الاقصر، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.